بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس نجلس جلسة مريحة باستقامة العمود الفقري يفضل. نرخي الجسم، نغمض العيون، نراقب التنفس. تنفس هادئ بطيء منتظم، إيقاع منضبط. الشهيق الهواء البارد عم نشعره على الشفة العليا بالقرب من فتحتي الأنف، الزفير الهواء ساخن. نتابع مراقبة التنفس. نتصور أنفسنا بجانب جبل عالي كثير، ومطلوب منا أن نصعد للجبل لأننا بواد عميق والمطر ينهمر والوادي سيسيل ولا خلاص من الطوفان إلا بالصعود. نبدأ بالصعود، ننظر لمن تحدوا القدر واعتبروا أنفسهم بميزة عن باقي الخلق، معاندين القوانين الزمانية المكانية، كيف أنهم يئنون من المياه الجارفة فلم يصعدوا معنا. هم أرادوا، لقد اختاروا أن يجربوا تحدي الظروف الخارجية بدلا من ليونة الطباع. كانوا بعناد فلم يراعوا مجاري الأزمان، نتذكر بعض الشخصيات التي كان لها معنا علاقات أو روابط، وكيف أننا قد قمنا بواجب النصيحة، ولكن الإنسان عدو ما يجهل ولديه طبع العناد.
لا يستفيد من تجارب الآخرين ولا من نبوءات من صعدوا قبلنا ورأوا بأم العين السيل الجارف قادما من الأفق البعيد. لم يستفيدوا من تجارب الآخرين ولا من قصص أمم قد خلت من قبلنا. ولقد لبينا نداء، نداء صوت يريد منا الصعود، نصعد. فجأة نرى باب مغارة في أعلى الوادي، تشدنا الرغبة بالاستكشاف لأن ندخل لكي نستريح. كل فرد يرى باب، بمجرد أن فتحه سيلج به، سيدخل لعالم يناسب القدر الفردي الخاص واختياره الخاص. نفتح باب، ندخل، فجأة يغلق الباب، فقد اخترنا عالما بقدر. كل شيء أسود مظلم، لا نرى حتى أصابع أيدينا. وأصوات شلالات مياه وعالم غريب ولا يوجد أي منبع للنور. نجرب شعور الخوف، نجرب شعور القلق والحزن على أصدقاء تركناهم في الوادي أو في سفح الجبل، لا ندري إن كانوا قد دخلوا لعالم خاص أو غذوا المسيرة صعودا. نصيح ونستغيث لا من مجيب. عم نتصور بينما النفس محبوسة في هذا السجن، والتعب بدأ
ينال منا والجوع والعطش فلا نستطيع حراك، وكأن أبواب الحواس قد قفلت فلا عمل لها. ولا مجال إلا لكي نتوجه لداخلنا لقد يئسنا من العالم الخارجي وقد مللنا الصراخ وسماع صوت صدى أنفسنا واخترقنا حاجز الخوف ودخلنا لعمق ذواتنا رغم عتمة الوجود رغم كل شيء بقدر مسدود فقد قبلنا التجربة. ويئسنا من حظ أنفسنا بالسعي الخارجي فلم يعد أمامنا إلا باب العالم الداخلي. نشعر بالطمأنينة، نشعر بالقبول، قبول الوضع الحالي، المكان الزماني الذي نحن فيه. بمجرد هذا القبول غير المشروط نشعر بالسكينة والسلام نشعر بنور يبدأ بالتألق من داخلنا نشعر وكأن بذرة نور بداخل القلب قلب وجودنا قد بدأت بالتألق وكأنها تتحول لشجرة نور يوقد من شجرة مباركة شجرة إيمان بأنفسنا إيمان بوجود إلهي في كل منا إيمان بروح واحد يجمعنا إيمان بوجود الأزلي الحي الأبدي الذي لا يموت نشعر بحس الطمأنينة أكثر نشعر وكأننا أصبحنا بعالم آخر غير ذلك العالم المخيف الذي كنا به نصعد لقمة الجبل فجأة برغبة منا بقدر فتحنا بابا فدخلنا لعالم قفلت فيه علينا السبل ولم يعد لنا من سبيل إلا أن ندخل
لعمق الذات. بعد نيران الغضب الخارجية نشعر ببرودة الحلم والسلام الداخليين، نشعر بتفتحات عوالم النور، ندرك أننا باتصال مع كائنات سماوية أرادت أن تقفل عنا باب الحواس الخارجية. فكم صدمتنا الحياة بشخصيات أحببناها عاندتنا فغرقت في وادي الدموع، كم تعلقنا وارتبطنا ورغبنا في أن نمتد بعالم الحواس الخارجي، فجاء الطوفان ليدفعنا بقدر لكي نلج عالما سدت فيه علينا السبل، فأصبحنا بحال غير متوقع من جمال الحال، في وقت تئن فيه البشرية من القلق والخوف والحزن والهم وطلب الرزق للعيش بجسد، ها نحن قد سدت أمام أعيننا السبل ولم يعد لنا سبيل وصول إلا العودة لداخلنا، وها قد عدنا. بورك العود الحميد، من استطاع أن يطمئن في هذه المغارة المظلمة بلا خوف، من استطاع أن ينسجم مع النور الداخلي وكأنه غير موجود بواقع حسي، فقد صعد لقمة الجبل دون أن يدري، بدلا من أن يصعد لخارج الذات، ها هو يصعد لعمق الحقيقة بالذات بعد أن رضي بالتجربة ورضي بشظف العيش وعتمة الجهل، رضي بهذا الواقع المسدود السبل. هذا القبول نعمة لكي نستعيد حقيقتنا. في هذا الكهف المظلم وفي هذا الامتحان الصعب العسير، لا نسمع إلا خرير ماء نستشعر جمال تطهير صوت الماء لهالتنا، نقبل بصوت خرير الماء وكيف
نستشعره كشلال يطهر هالتنا الأثيرية، يطهر منطقة الجبين بحيواتنا وبرمجياتنا الماضية وتمنياتنا المستقبلية، يطهر منطقة العنق، فلا كلام هنا إلا المناجاة والصلاة، يطهر أذى السنين وما سببناه للآخرين من جروح بسبب كلماتنا. نستشعر شلال الماء بصوته العذب لا وجود لغيره، كيف أنه يطهر منطقة القلب من المشاعر العاطفية الانفعالية. نتنقى من شعور الخوف والحزن والفقد والاستياء والغضب والحقد والكراهية، يزال عنا حجاب، تزال عنا أغلفة. نستشعر جمال الحب وتألق النور بدائرة القلب بعد أن تنقينا ما هذا القدر الموفق وما هذا الجمال، بأن تحول واقع الحال الصعب المرير لأحسن حال. ما هذا الإله المحب الرحيم الذي يسد عنا السبل لنتوجه لداخلنا فننقي منا القلوب. نستشعر أيضا شلال الماء ينزل على منطقة البطن، الضفيرة الشمسية، يطهر العلاقات والتعلقات لا أمل بها ولا تمني لها. زالت عنا علقات السنين وعلاقات وطفيليات، زالت عنا روابط الوهم، لم نستطع أن نزيلها بأنفسنا، فجاء الطوفان والقدر بأننا قد حبسنا في عالم ضيق، فسدت منا الحواس وبقيت ذكرى وهم الروابط بعالم الحواس وشخصيات الوهم. نزيلها الآن بهذا الشلال، نزيلها، نزيل آثارها من أنفسنا. شمس تشرق في منطقة البطن، الضفيرة الشمسية، من خلال هذه الشمس نتغذى، فوتونات الطاقة تغذينا، تروينا، لا حاجة لنا لا لطعام ولا لشراب. نستذكر جمال روح يوسفنا، يوسف الصديق الذي صدق مع نفسه بأن عاد لذاته بقوة المطمئن المؤمن. عندما استقر به الحال وحل معادلات الغدر والخيانة والقبول بمحبة لا مشروطة لروابط الدم، تفتحت بنفسه المعرفة، وقد تغذى من كوكب دري يوقد
من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نحن أردنا أن نهتدي، استجبنا لنداء الصعود، فكانت التجربة وكان القدر لكل منا بتجربة. الآن بعد أن تطهرنا من أدران السنين، نطهر أيضا بشلال الماء مقاماتنا الأدنى، وكأن وجودنا أصبح بالنور، لم يعد لنا حتى شكل ولا صورة ولا رسم. نقطع التفكير بالماضي والمستقبل، لا يوجد بفكرنا إلا النور. عندما نتصور النور الإلهي العجيب بداخلنا، يوقد من شجرة مباركة أصلها في سماوات الوعي وجذرها في الأرض، ندرك حقا أن الله نور السماوات والأرض، موجود في كل الوجود، في كل الطبقات، في طبقاتنا العليا، في سماوات الوعي وطبقتنا المادية. ندرك كيف أننا قد تحولنا من خلال هذه المشكات التي علقنا بها، قد تحولنا لنرى جمال المصباح الإلهي ضمن زجاجة الهالة الأثيرية التي تحيط بنا والتي تتألق بنور الواحد الأحد من خلال الإيمان العميق، تتألق بجمال وتغتذي من واقع الحال. لم يعد للماضي ولا للمستقبل علينا تأثير، لم يعد لليمين والشمال اعتقادات وجود، فقد أصبحنا في مركز النور، في القلب، في قمة الجبل، في قمة المعرفة. هنا بالذات ندرك المعنى العميق لآيات الله في خلقه، وكيف أننا نمثل هذه الآيات في واقعنا المعاش. الزجاجة الهالة الأثيرية كأنها كوكب دري يتألق بالنور الإلهي. من أين يوقد هذا النور؟ لا من الأرض ولا من السماء، بل من وعي الإله بالذات. على هذا الوعي الإلهي بنركز، على هذا النور السماوي نبقى شاهدين مع هذه المشاعر من الإيمان والطمأنينة والسلام
وشعور خلق جديد بطهارة ونقاء، ندرك أننا قد ولدنا مرة أخرى في سماء الوعي، وندرك أننا قد دخلنا مع الذين هدى المولى لعالم يحبهم ويحبونه، فلا رفث ولا فسوق في الحج إليه، لا نظرات خارجية ولا تطرفات عقائدية ولا أفكار ولا رغبات ولا أماني، فقط تسبيحات الوصول لواحة النور برؤية الحقيقة في داخلنا. ناخذ شهيق، زفير، نبدأ رويدا رويدا نحس ونشعر بوجودنا المادي بعد أن نجحنا باختبار رؤية الإلهية في أعتى مناطق الظلمة وسجن العوالم، هنا في قعر بئر أفلاطون المظلم، هنا في هذا العالم في وادي الدموع، بعد أن رضينا عن القدر المحيط بنا وقد حققنا المعجزة بحل معادلة الوجود الصعبة ودخلنا لعمقنا الوجداني، نعقد العزم على أن نتذكر لحظة الطمأنينة والسلام في أحلك وأصعب الظروف، عندما نفتح العيون ونجرب الواقع الحسي من جديد ندرك أننا كائنات نورانية روحية تمر الآن بمرحلة زمانية مكانية بقدر. ناخذ شهيق للي بيحب بعد دقيقة من الآن بيقدر يفتح العيون بهدوء مع نية رؤية الإلهي في كل حدث وكل موجود لكي ننجح باختبارات الإلهية، عندما تحل بنا الأقدار لكي نلبي النداء من أجل الصعود لقمة جبل التجلي. شهيق، زفير، بهدوء نبدأ بفتح العيون قليلا جدا مع فرك الكفين ببعضهما، شحن الكفين بالطاقة، نضع الكفين أمام العيون، منرمش العيون بهدوء لأجل أن ننتقل بسلام من عالم الجمال الداخلي لعالم الجمال الخارجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.